سلام الله عليكم. طلبات لا تنتهي عن العناية بالشعر والشعر الأبيض أو الشيب، طبعا على رأسي، سواء كانت شعراتي أبيض أو شعرات أسود. لسه ما في عندي شعر أسود، قربت على 50 ولسه ما في شعرات أسود. هلا الشعر هو تحذير وإنذار مبكر عن وضع الجسم، يعني الوضع الصحي تاع الجسم. بنقدر نلاحظه على قوة الشعر ولمعان الشعر وسواد الشعر، او اللون تاعه ما يكون مفقود من مادة الميلانين اللي بتعطي الشعر للصبغة. مع العمر بتنزل هاي المواد وبصير في ضعف كامل وهبوط في المناعة وهبوط في العمليات الحيوية اللي بتصير في الجسم، وعشان هيك بصير في تساقط، بصير في ضعف، بصير في شعر أبيض. حاعطيكم اليوم وصفة تقدروا من خلالها تخففوا قد ما تقدروا، وديروا بالكم على بصيلات الشعر اللي هي كمان بدها تغذية، لأنه هي الأساس. هلا التغذية بتكون داخلية قبل ما ندخل على الشغلة الخارجية. طبعا الخضروات، الفواكه، التوتيات، البطاطا الحلوة الحمراء، الأعشاب كلها ومشروب الأعشاب، الزعتر، النعنع، البابونج، اليانسون، العسل، جوز الهند، الكركم، الزنجبيل، البصل، الثوم. هذه كلها أكلاً، هذه ضد الأكسدة. ضد الأكسدة معناته بتحارب الجذور الحرة اللي موجودة في جسمنا، الجذور الحرة اللي بتعمل التهابات وبتعمل سرطانات وبتعمل كل المشاكل، لأنه بتتأكسد داخل الجسم، بصد جسمنا. ففي هاي الحالة أكل المأكولات هاي والاهتمام في الأكل الداخلي اللي بدنا ندخله أساسي في صحة الشعر. ماشي، نيجي للموضوع. المكونات، أول شيء بدي أحطه العسل، بحط ملعقتين عسل، العسل اللي عارفين إنه كويس. بضيف للعسل، أنا حاطط هون حبوب الشيا وحب الرشاد، حبوب الشيا وحب الرشاد ناقعه بزيت الزيتون من قبل، فبحط ملعقتين من، شايفين كيف؟ مطحون و حبوب الشيا اللي هي مليئة في المغنيسيوم، مليئة في البوتاسيوم، مليئة في العناصر المعدنية، مليئة في الكولاجين، عشان هيك بتشوفوا فيه لزوجي. بحط ملعقتين. في عندي هون الفحم المطحون، فحم طبيعي عادي موجود عندكم في البيت، بتطحنوا كمية من الفحم وبتحطوها في المرتبان وبتضيفوا لإلها مطحون من الحب السوداء، نفس الشيء الفحم والحب السوداء تطحنوا مع بعض. ومن المطحون هذا بعد ما حطيت أنا زيت زيتون عليه اللي أطريه، بشيل ملعقة كبيرة بالطريقة هاي، شايفين، وبحطها على المسحوقة عشان أضيف له خاصية أفضل. بحط ملعقة من هذا جوز الهند، زيت جوز الهند بيجي على شكل سائل جامد بالطريقة هاي، فمنضيف على المحلول هذا، وهيك بتكون عندنا الوصفة جاهزة. إذا بدي أزيد لها فعالية بحط عليها ملعقة من الليمون، ملعقة من الخل، وبخلط الخليط هذا مع بعض كصبغة طبيعية للشعر. ومش بس صبغة، يعني بتحافظ على جذور الشعر، بتغذي الشعر من جوا. هلا المخلوط صار عندنا جاهز زي ما انتم شايفين، بشكل سائل، عسل مع الحب السوداء المطحون مع الفحم المطحون مع زيت جوز الهند مع حبوب الشيا المطحونة ومع الفحم ومع الحب السوداء. في هاي الحالة هلا بدي كيف بدي اوضعه على الشعر. قبل ما نوضع اي شيء على شعرنا بدنا ننظف الشعر، يعني بدنا نغسل الشعر، مش في مي وشامبو مش عارف ايش. اغسلوا الشعر في محلول من المياه الفاترة، بتضيفوا عليه فنجان من الخل التفاح او فنجان من الليمون، وبتخلطوا مع بعض وبتغسلوا راسكم وجلدة الرأس قبل ما تحطوا المسحوقات. خلصنا غسيل، ففي هاي الحالة باجي بحط على ايدي وبشوف وين المناطق اللي في فروة الرأس. انا ما بدي احطه على الشعر،
أنا بدي أحطه على فروة الرأس، بحط من المخلوط هاد وبعمل عملية مساج للمنطقة بحيث أدخل الزيوت هذه قد ما أقدر عن طريق الحركات المساج، حركات التوائية بين الشعر في أصابعكم، بتحطوا بتضلكم تعملوا المساج هذا بالطريقة هاي لتوصلوا المواد والزيوت الفعالة هذه لجذور الشعر. لا إحنا بهمنا الجذور الأساسية. بعد ما أخلص موضوع المساج على المنطقة اللي بدي أسويها، ويستحسن تعملوه على كل فروة الرأس لأنه هذه بتعالج الالتهابات اللي موجودة، بتخفف من حدة الاحتقانات الموجودة في الرأس وبتغذي الشعر كمان. ففي وبعد وبترك المسحوق هذا بعد ما عملت فيه المساج لمدة ساعتين، لمدة 3 ساعات، من ساعة لثلاث ساعات انتو ونصيبكم وانتو وهمتكم. بعدها بشيله نفس الشيء عن طريق المياه مع الخل مع الليمون فقط، وبعمل عملية غسل للشعر اني انظف الشعر من هالمواد اللي الزيوت اللي حتمتص، بس اللي بضل منها بنشيله. هلا في شغلات كثيره، خلطات كثير، انتم ممكن تنوعوا زي ما بدكم. يعني من افضل الامور اللي ممكن نخلط فيها، في عندكم البصل، البصل وعصير البصل كويس كثير للمناعه، كويس كثير لبصيلات الشعر وتقويه لبصيلات الشعر. البصل ممكن نعمله زي مسحوق بسيط ونضيف عليه، اذا مش عاجبتنا الريحه بتضيفوا عليه القرنفل مثلا، حب الرشاد، مطحون، بتضيفوا عليه العسل، بتضيفوا عليه السمسم المطحون، بتضيفوا عليه الاوريجانو، بتضيفوا عليه الزعتر المطحون، اي شيء. هاي الحبوب جيده جدا لتغذيه الشعر، ونفس المبدا بتخلطوا وبتحطوا زيت الزيتون كمان كويس لفروه الراس. هلا هذه الامور كلها، يعني الاعشاب هذه كلها كويسة. اي شيء في زنك، اي شيء في احماض امينية، اي شيء في مواد ضد الاكسدة، اذا كويس. يعني الاسماك كثروا منها، يعني المكسرات كثروا منها، يعني العصائر الطبيعية، عصير رمان، عصير ليمون، عصير برتقال، عصير هاي فريش كويسة لصحة الشعر. يعني هاي الوصفة فعالة وكويسة. وإذا واحد بده يحافظ على شعره كمان، عنا الحنة الطبيعي. الحنة الطبيعي هو مواد معدنية وعناصر معدنية، بوتاسيوم ماغنيسيوم، موجودة بكثرة في الحنة. الحنة جيد جدا للالتهابات، الحنة جيد لتغذية الشعر وجلدة الرأس وتغذية العضلات هذه اللي كل شعرة عندكم فيها عضلة خاصة فيها، وهذا هو غذاء العضلات تاعت الشعيرات اللي بدها توصل المواد الغذائية للبصائل وترفع شعراتهم. وبالنسبة للشعر، إذا كان الشعر لامع معناته أنه ما في مشكلة. إذا كان الشعر عندكم ما في لمعان وفيه خفتان، هذا بدل أنه في عندي مشكلة داخلية، مشكلة مناعة، وعشان هيك الشعر بفقد من لمعانه وبفقد من نظارته وبنزل. بعدين المشكلة بتكون داخلية، مشكلة في الكولوم، مشكلة في المناعة، مشكلة أمراض معينة كتير بتيجي الأعراض على شكل سقوط للشعر أو بياض للشعر أو جفاف للشعر أو عدم لمعان للشعر. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود الصوص، علاج طبيعي وتأهيل.